للحديث عن الاتفاق السعودي الإيراني ومدى إمكانية نجاح تطبيع العلاقات بينهما، معنا من لندن الكاتب السياسي السيد طاهر الأحوازي. سيد طاهر، بداية مرحبا بك. واشنطن حذرت دول الخليج العربي خلال التعامل مع إيران بعد 100 يوم من بدء التطبيع، كيف تقيمون مراحل الاتفاق الذي قالت السعودية إنها ستختبر فيه إيران؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا بالنسبة لما حصل حقيقة من اتفاق منذ 100 يوم حقيقة بين المملكة العربية السعودية الشقيقة والنظام الإيراني، حذر به الكثير من المحللين على خلفية سياسة النظام الإيراني لا مسؤولة حقيقة، والتجربة بالتاريخ تثبت ذلك، أن النظام الإيراني لا يعني يعتبر حتى قراراته ولا يحافظ على قراراته ولا يلتزم بأي قرار يتخذه، والتجربة خاصة خلال 44 عام حتى مع في فترة الحرب الثمان سنوات مع العراق الشقيق ووقف اطلاق النار وكل ما حصل، شاهدنا نحن كيف تملص النظام الإيراني وبدأ بتدخله في شؤون العراق الشقيق، وبالنهاية اليوم أصبح العراق الشقيق هو محتل من قبل النظام الإيراني. ناهيكم عن الجرائم الذي قام بها، حتى وأن مع وجود العلاقة الدبلوماسية المملكة العربية السعودية، حرق السفارة السعودية. البعض يتساءل أستاذ طاهر، يعني يتساءل إذا كانت إيران بالفعل تريد فتح صفحة جديدة مع السعودية تحديدا والمنطقة عموما، لماذا تصر على إبراز الشخصيات التي تسببت بالدمار وزعزعت الأمن في المنطقة؟ هنا يقصد من يسأل، يقصد وجود صورة سليماني، قاسم سليماني، في مكان انعقاد المؤتمر الصحفي بين وزيري الخارجية السعودي ونظيره الإيراني. إلى أي مدى ترى أنه كان خطأ فنيا، وإلى أي مدى ترى أنه لم يكن خطأ؟ بالتأكيد لم يكن خطأ فني، بل النظام الإيراني وصلته متعمدة بهذا الفعل، وطبعا شاهدوا الموقف الصلب من وزير الخارجية، معالي وزير الخارجية المملكة العربية السعودية، لتغيير المكان. وهذا حقيقة ما يثبت ما نقوله، أن النظام الإيراني مهما تغيرت الوجوه ومهما تغيرت التسميات، إصلاحيين أو أصوليين أو غيرهم، يبقى مشروعهم الأساسي وفكرهم الأساسي واستراتيجيتهم هي استفزاز العرب، هي يعني احتلالات وتوسع مشروعهم الإمبراطوري. وثبت بعلم اليقين أن هذا النظام نحن نشاهده على الأرض لحضرتك ومشاهدين الكرام، نقولها أن النظام الإيراني أساسا لولا الظروف الصعبة الذي اليوم يمر بها النظام الإيراني، المظاهرات والاحتجاجات منذ عام، وأيضا الضغوط الدولية، لما تراجع وتنازل وأصبح يجر ذيول الخيبة أمام المملكة العربية السعودية وغيرها. وهذا ما دليل واضح أن اليوم النظام الإيراني سياسته هي مرحلية، سياسته يمر بمرحلة استثنائية، ضغوط سياسية وضغوط اقتصادية، فمن أجل تخفيف الحمل هو اضطر وأجبر أن يدخل في هذه المعاهدة وهذه يعني المرحلة من العلاقات. لو تحولنا إلى العامل الدولي أو العامل الأمريكي تحديدا، إلى أي مدى تتحمل واشنطن ما وصلت إليه الأمور من اضطرار دول عربية لتطبيع العلاقات مع إيران؟ بالتأكيد هذا أمر مهم، هذا أمر مهم، وأنا شخصيا أشرت له في كثير عديد من اللقاءات، وحتى المحللين بالنسبة لتمادي حقيقة النظام الإيراني وتساهل الإدارة الأمريكية، خاصة الديمقراطيين، يعني كان على عهد أوباما
وأيضا على عهد الرئيس الحالي الرئيس السيد بايدن، حقيقة هو ما أبعد ليس فقط الدول العربية من الولايات المتحدة، يعني ونرى اليوم هناك علاقات يعني شبه يعني توتر موجود بين دولنا بالخليج العربي وحتى في عالمنا العربي مع الولايات المتحدة، يعني بسبب التسامح للإدارة الأمريكية لتمادي إيران واحتلالها وإرهابها بالمنطقة. ونرى نحن اللقاءات السرية واللقاءات الغير رسمية وحتى اتفاقات وحتى سماح لدخول إيران كما سمعنا في الأيام الأخيرة لإيصال والسماح للعراق الشقيق والحكومة، طبعا بغض النظر عن نوعية الحكومة الموجودة، يسمحوا ب يعني أعطاء إيران 3,000 مليار دولار، اسمعني شلون، ل أو نعم مبلغ هذا الكبير للنظام الإيراني وهو برضاية أمريكية. حقيقة هذه طيب السياسة هي التي أبعدت العرب وغير العرب من الولايات المتحدة، وهذه حقيقة يعني كل ما حصل هو يعتبر حقيقة بعاتق سياسة أمريكية الخاطئة اتجاه المنطقة واتجاه العرب واتجاه حلفائها الاستراتيجيين. في الوقت الذي نتحدث فيه عن يعني تطبيع العلاقات، علاقات الدول العربية مع إيران، علاقات السعودية مع إيران، المنطقة، في نفس الوقت ماذا تعني تصريحات زوجة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدى التي تحدثت أن العرب هم الأعداء التقليديين لإيران طوال عقود؟ في هذا التوقيت بالذات لماذا أصدرت هذه التصريحات؟ حقيقة في يعني كم من يعني أعمال يعتبرها الإنسان هي مفيدة ولكن هي تكشف حقيقته، يعني ما صرحت به مرة زوجة الرئيس الإيراني في فنزويلا وأيضا قبله ولي عهد ما يسمى ولي عهد الشاه حول حقدهم، هذا حقيقة أنا يعني أقولها وعبر قناتكم الموقرة لكل المشاهدين العرب وغير العرب، يعني الحقد وهذه السياسة الممنهجة الفاشية تدرس بالمناهج بالمدارس وللعوائل، وحقيقة هذا الشيء الذي نحن دائما نحضر منه أنه الحكومة ما تسمى الحكومة الإيرانية يعني كل توجهاتها وكل وجوهها حتى المعارضة منها وليس فقط الجهات الرسمية يعني لديهم إحساس فاشي تجاه الأمة العربية والإسلامية وغيرها، وحقيقة ما أتى على لسان زوجة الرئيس الإيراني دليل واضح أنه كل هذه الاتفاقات وهذه العلاقات التي تبرم وتقوم بينها وبين النظام الإيراني حقيقة هي ليس إلا مرحلة من المراحل التي تمر بها إيران الصعبة للتقارب مع الدول حتى تخفف عن ظروفها الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية. وما أتى على لسان هذه المرأة وهي تعتبر المرأة الأولى في يعني الرئاسة أو النظام الإيراني باعتبارها زوجة رئيس جمهورية النظام الإيراني خير دليل أنه علينا أن نأخذ الحذر، علينا أن نأخذ الحذر من كل خطوة دبلوماسية أو سياسية أو اقتصادية أو حتى أمنية مع هذا النظام، أن هذا النظام ليس لديه قاعدة يحترمها، لا قاعدة حسن الجوار ولا قاعدة سياسية ولا حتى أستاذ طاهر. أستاذ طاهر الأحوازي، أخيرا يعني على المستوى السعودي تحديدا إلى أي مدى سيستمر هذا التطبيع مع إيران؟ بالنسبة طبعا احنا لا ننسى انه دائما العرب وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية كانت تدعو النظام الإيراني لاتخاذ سياسة الحسن الجوار والمصالحة والأخوة السياسية حد الأقل، واحنا كدول وعالم عربي بشكل عام بغض النظر عن احتلال إيران اليوم لخمس عواصم يعني أربعة ويضيف عليها الأحواز، ولكن دائما الدول العربية تدعو النظام الإيراني للحفاظ للسلم وأيضا اتخاذ منهج حسن يعني اختيار حسن الجوار بينها، ولكن النظام الإيراني علينا أن نذكر عندما
أدخلت إرهابيها للأراضي السعودية. الإرهابية من وطير النمر كانت هناك علاقة دبلوماسية بينها وبين المملكة، ولكن شاهدنا الإرهابيين تابعين للنظام الإيراني قتل وفجر في المملكة العربية السعودية، وأيضاً ما قاموا بها من فتنة داخل مملكة البحرين، ولكن وحرقوا السفارة وحرقوا القنصلية للمملكة العربية السعودية. حقيقة لا أتصور ستكون هذه العلاقة والخطوات الجديدة تكون عملية ولم تكن ثابتة، خاصة أنه النظام الإيراني معروف بسياسة الحقيقة للخداع الذي يقوم بها لأكثر من حقيقة 44 عام بل أكثر من هذا. من لندن الكاتب السياسي السيد طاهر الأحوازي، شكرا جزيلا لك.